الدكتور محمد عبد الرضا ويانا. الو دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني احنا اسفين اللي صار لك، ويعني مستعدين نعمل هاشتاج لنصرة الاطباء اللي تعرضون للاعتداء لاسباب تافهة، لكن احنا نريد نعرف منك انت، هل بالفعل انت الطبيب يعني تحرشت بزوجته وهو موجود وامها موجودة؟ يا ريت تحكي لنا اللي صار. السلام عليكم. اهلا بك. اشكر اتصالكم وموقفكم. يعني اكو مقوله يقول لك الله شافه بلا عين ولا بالعقل. يعني لو فرضا اني اخلاقي واصله لهالمرحله، اني طبيب اللي مادي قسم وعهد ما اخذ الامانه، اذا اريد اتحرش بمريضه اسويها قدام اهلها وقدام زوجها؟ هل اني لهالدرجه غبي؟ يعني يعني مستحيل، من سبع المستحيلات انه واحد ممكن يعني عقله يشتغل يفكر بهيك احتمال. اني شفت طبيب خفر بيومها، يعني التعب مال الخساره يمكن الا اللي جربه يعرفه. لما استدعاني الحاله، يعني انا ما كنت جاي العب، استدعاني على حاله طبيبه المقيمه فحصتها قبلي، شكت فيها اشتباه زائده. للي ما يعرف شنو اشتباه زائده، المصطلح الدارج هو اسمه المصران العور. طبعا يعني هاي حاله تحتاج عمليه طارئه. يا ريت تعرض الصور لو زاد وقتنا الكلام. طبيب جراح لازم يقرر، هاي تحتاج عمليه طارئه هسه ولا لا؟ فاديت انا بنفسي استدعاني، قلت لهم بدله العمليات اللي هي طالعه بالصور اللي بيها دم نفس البدله. نعم. حتى الماسك والكب مال العمليات بعدين جيب البدله لحد الان. نعم. اجيت انا للمريضه. كانت هي يعني احد الاسره مال طوارئ النساء، والفردات مسدوده عليها. زين. امها وعمتها اللي هي ام زوجها موجودين يمها. فانا بديت اسالها، وبهالاثناء اجى زوجها. هذا الحكي لما انا اسالها وتجاوب كل وجودهم بده يسمعون. طيب يعني يعني مصران العور لازم تتعالج في الامراض النسائيه. زين زين، ضروري هالتفاصيل. وما صار اي اعتراض من عندهم ولا اي اشكال. نعم. طلبت من عندها تاشر لي على مكان، لان ما اشرت لي انا، اشرت بيدي. اي انه بدون ما تلمسها، يعني من بدها تاشر دكتور بدون حتى ما تلمسها انت. في حد يمها راسا زوجها لبني ضربني ووقعني. يا سبحان الله. يعني من هذا اللي صار، يعني انت بدون ما تلمسها بس اشرت انه وين الالم اللي دا يصير بالمصران العور؟ بالضبط. نعم. هاي شو وقت صارت الحادثه؟ البارحه؟ اليوم؟ حوالي 12 بالليل تقريبا. يعني قريب ال 12 بالليل. طيب هم صغار بالعمر؟ يعني هم قلت لي عرسان جدد او مراهقين، يعني اعمارهم صغيره؟ هو يعني ما شفت انه عمره كلش صغير، يعني اللي فهمت انه مواليده بالتسعينات. وهي البنت يعني يعني شو ما حسها، يعني تحسها طفله. يعني حتى لو مثلا يعني مثلا اذا هم مثلا الناس يشكون انه الطبيب ممكن يتحرش، مستحيل يعني واحد يفكر يتحرش بهذه الاجواء. يعني مثل مثل يعني مثل بنته قبل ما يفكر انه مثلا مثل اخته. زين، هو شلون تم تحويلها لك دكتور؟ شلون تم تحويلها لك حتى تعالجها؟ نعم. هي تدخل، احنا عندنا شعب الطوارئ، فالطوارئ تستقبل اي مريض يجيها، ينفحص يلا يقرر انه هذا يطلع لو يبقى. فلما جت هي للطوارئ فحصتها الطبيبه المقيمه الخاصره بيومها. لما فحصتها شافت انه هي عندها بالجهه اليمنى من بطنها مع اعراض معينه اللي هي تقيؤ وفقدان شهيه ومع تحليل الدم والادرار، كل هاي عوامل تؤدي انه يرتفع الشك في انه هي عندها احتمال التهاب زائد. فلازم يستدعى الجراح. لازم. يعني اني اقول على الهواء مباشره، التخلف لبعض الناس انه انت ما تخلي زوجتك تروح للطبيب، خليها يصير بها مصران عور ينفجر وتموت. يا اما خلص انه هذا الطبيب هو دا يؤدي واجبه الانساني لكل المواطنين. باشر عقب نقول ليش دكتور محمد راح هاجر وسافر، يعني ليش الكفاءات دا تسافر من العراق؟ هذه اعمال مرفوضه من قبل المجتمع العراقي جميعا. انا يعني أقف معك وكل الأطباء اللي راسلونا على صفحة القناة أيضا، والتفاعل الكبير لنصرة الأطباء اللي أدون واجبهم بمجتمعنا. نحن بأمس الحاجة لهم حتى يعني يداوون كل الأطفال، النساء الكبار. أي نعم. نعم. أنا جدا أشكر موقفكم، وحتى بخصوص يعني هاي قضية إن هم يعني لأن هو جايبها المستشفى عام.
يتوقع انه اغلب اطبائها كانوا رجال، هو ليش ما اخذها مستشفى نسائي من البدايه اذا هو يرفض انه طبيب يفحص؟ نعم يعني هو هو دكتور دكتور يعني ما قال لك انه ليش تتحارش بمرتي؟ راسا ضربك بدون تفاهم بدون اي شيء. راسا ضربني لا مثلا صياح لا غلط، راسا ضربني. يعني شفت عينك وارمة والخشم يمكن أيضا الأنف مثل شبه مكسور كان يعني ونزيف. عندي كسر كسر بالأنف وكسر بالجمجمة. نعم أني أحب أن تكون هذه القضية قضية رأي عام، قضية عامة تمس المجتمع العراقي. يعني يا ريت تكون لها هاشتاج خاص أنه لازم أنه يعني ننصر الدكاترة والأطباء الموجودين على الأقل المتبقين حتى ينقذون مجتمعنا اللي ينتشر به الأمراض من كل حدب وصوب. شكرا لك دكتور محمد، نتمنى لك السلامة والشفاء العاجل. شكرا لك.